الاساسيه اللي واقفين دلوقتي فيها في عمرات الاوقاف هي الصرف. اصرف صرف خارج ولا صرف معالج ثنائيا ولا صرف معالج ثلاثيا؟ طب ما نعمل محطه معالجه ثلاثيه زي اللي اتعملت في اسوان، واصرف مطرح هياخدوه في الري هيعبوه في ازاي اللي بيقول الناس هيشربوه. بس هل هيبقى في اسوان اقل من 8 شهور؟ احنا ما عندناش مانع ان احنا نعمل شبكه داخليه على وطبقا للبروتوكول اللي كان متوقع مع المركز كده. المشروع ده 1400 متر لوك ستيشن، ممكن اكمل موقع كويس مميز في الحدادات. انا عاوز توسعات المحطه عشان كده فندم.